في أحد مسارح مدينة لاهاي الهولندية نظمت جمعية أميخي أمسية ثقافية وموسيقية حضر فيها جمهور كبير من عدة مدن هولندية وكذلك بعض الضيوف من المغرب. الأمسية عرفت عدة أنشطة ثقافية من أبرزها عرض فيلم إبيريتا للمخرج محمد بوزغون وتقديم ديوان للشاعرة نعيمة الفارسي والعمل الموسيقي الجديد لمحمد نوميديا. لميكروفون أمير 24 تحدث مصطفى بربوش عن هذه الأمسية والهدف من تنظيمها. هذه الإطار الأنشطة جنسموند أمية خايدين نندن لهاي دي كل عام أسقو سمينو دي ندى ثاني تا السنين أنتك دي شناع بعني حشاء خمسة إيج نشاط النغنيت دمازيخ نارا هكا خذني تا دي تياتر دياماندورست أمام تصدريم كذ نخ ومثنخ محمد بوزغو سلفيلم نس إبيريتا كذ نخ وش مثنخ نعيم الفارسي أس أودريس نس نجديد وسفرو غادي جنهارا بريزونتا ذني تا غانخ وكذ نخ محمد نوميديا غادي بريزونتا رانتيجن سيدي نس سدو يسم كانس أعرف وشي ماني تتفكيج الإطار التوعية الثقافة الأمازيغية دي أوروبا والهدف السمانية هو إنشاء الثقافة الأمازيغية أنفتخر الثقافة النخ تاريخ النخ سمزروي النخ سويني دم سمون إمي خي مارا تسجد خاون سيج نشاط دمازيغ وتقديخ مارين حضان دانيتا وتقديخ كن ركني وخذوا سيطاق تقيم. من أهم فقرات هذه الأمسية الثقافية العرض الأول في هولندا لفيلم إبيريتا للمخرج محمد بوزغون. الفيلم يتحدث عن المخلفات الصحية والاجتماعية للقصف بالغازات السامة التي تعرضت لها منطقة الريف من طرف الجيش الإسباني. المخرج وصاحب فكرة الفيلم يتحدثان لميكروفون أميغو 24 عن هذا العمل السينمائي. أمشت ورم أي تمثنا ثمس مونتي حضريين دي دينها عاضن خانغ ما حند السعدون الفيلم إنجا إبيريتا ذاني تتي دي هولندا ثورة ثمز واروت ومن يعجبان غير حار الطاس ما حند الفيلم نغ الزان يتمثنا غريفيين ذا هولندا كتاعو من الفيلم يساور خجل الموضوع يتم حساس غان رشين ديال الريف بعد قبر ذيني قبلي أنه الموضوع الفكرة خارصة الفيلم هو وماثن أحمد زاهد طواريث نوري السيناريو النص ومشني غي يساور خجل المشكلة مغا إريفيين غان غرخو إريفيين من دكور الوضع النص الاجتماعي ريفيين دي الريف انت في الطاس غانغ يوذان تمتنس كونسير يوقع مش مسا يوذان دي الريف تمتن الطاس كونسير ميمي النسبة للكونسير ثم غاية الطاس لعرى دي الريف من دكور غاو مزروي نيغا التاريخ انت باللي انه اسبانيو جيجن وقت يكتير ريفيين الاستعمار نص يجن الغاز قناة إبيريتا يجن الغاز ومقان أرهاج يعني أرهاج وانيتاتي يأثاخ خيودين خبنا ذم ويأثاخ تخ مواث ويطوى ومي يجين الأبحاث يوذان وفين باللي أنه أرهاج النية يتقطص نهروشات ومزيسن كانسير وتد الفكرة عن الفيلم خارص الفيلم يسور خمانية يجن القصة يجن حاجيت يجن العلاقة يجن حنجي الثاري في شترق في الكانسير ذي جو سبانيو ذو ورد يكثر عارف كانسير نتا وميتو غيخدم وميتو غد عسكري يكو سبانيا ذو ورد غارف ما حند ذي زا أمشان من يكثر دونك حاجة تثان يتجاني تسمى ذي ستص تص نهريش تص نخيق تص حزن يخسديني السوار خلف فترة يتسمى إذا يستعمل الأسبانيو رغا إذا يكتب الأسبانيو إريفين سرجاز سارهاج أميرخون أمشنيغ أيدو داريفين يتعاني يتص سرهر الشاث الكانسير يقف يمزدغ ناريف واتقذو أثقذو مكني وبعدها الموقع عنه مير فانتكات خزم هذه التقم حمى تسي وذم أمرقية غين قنهارة يوذان تكني ويتبعان مغربيين غي جاندا الحاج تم قرانت كيو من مساقع حمى نسيور تقاذي
ثمسمون تن الشباب المغربي دي تاتي دي دينها دي دينها يقين أمريكية ويتاتي عجبا رحار تجاوب عباد الله الفيلم الفيلم مش تسنام قناس إبيري تاي السوار خيجو يزوم قطعان غزي يعرف سي قسان مولاي محمد هو الغزة السماء دي يعرف الفيلم يحاول بذي بدخل الموضوع ويتاتي تأريذات النسخ خارف لذي الطبيعة على الإنسان لذي الصحة ذي الوقت ثيتاتي سجيجن الشخصية نستوحاتي سي الكتب يوران خلما الحلايا هي الشخصيه النخوصي مش السينما الفيلم هو الفكره ينول السيناريو الاخراج محمد بوزكو الفيلم يستطع ذي المهرجان الوطني للفيلم ذي طنجة أدياوي جائزة أحسن سيناريو نسيتي ما أثزعن يوضع النغني لأنه نشي نحتاج يجي نحاجة سيمان أي حما نبه سيختو سبانيا غا مين تقا ذي عريف لأنه يخصص الآن نيوض غا يجنر وقت بأن يخصص تعترف الدولة الإسبانية الجرائم تقا ذي عريف ذي راح ذي ايام وسن المقاومه الريفيه اشتورا نغني سيتي مغي الموقع نوم يجن يجن مبريد يشنا يجن مبريد دا سبحان سيتي مغا توضم غا ثيتاو نيودان غا غنبا نيودان غا غورا ونيودان عاود اثقذو اوكي اسبانيا اي دوند استا لا فيرداد نو استا اسبانيا ni en sus medios, ni en sus políticos. Todo lo que dicen es publicidad y demagogía. La verdad la tienes. من غني يثبت نخصمونا نغدنا إذا غار غار وسا مش توارا موسين يوذن الجديد ما يمي أمر السونيتا ماشي بود دي فيستيفال نيشان المهرجان ماشي واستاد جديد تيسا دي سي الفيلم نومتنا محمد بوزكو فيلم وانيتا نش زريخت وخزاقا ستة دور ما يمي ماني راد ما مش ديني يميغ ديني خرقيق ثم زيدان ديني توغتي راني حنجاني مزيان ماني توقان رانش توغي امشنا ونيثني يعجبان حرطس ومارث تزريم راذي وذاني دا سي فارجن إني تو غيس حسان يعلو دلم لي حطس تقاضي غو مثلا بوزكور بدكور مع رخدايم يتقنتا يتقنت خدايم شنان تطس نتقاضي غيني داغ دي سمون السانيتا إني داغ دي مونن رخدايم مشاو ثينا وعاند نتقض ما شنو رهدا شي عفاني دي تفغن غان غدي عريف أمشو من أسباني بوت نقيت عاد واي خصبو هذه التاسة محاث أني غادي يخدس الواشي ونثي توضع رنزيت مسلسل ثانيتا رخوا عدو خاص شحن وسان عدو خاص الطاس يسقوسا مش اسبوني خاص هذا غي عزم لارشيف النس ما حد هذا غي سشن غزو غي قد قريفيا وايد جبوش ان يجن ذي عارف شن رواشون وغاسبو شن يجن يخشن فاميليا النس يموت سهر شي عفان ما نويا واخذ الفيلم يجيتو مثلا تجن قرب الفيلم مش يستروي انا ما يمي يستوى رخيج حاجز تيري قمر مي مش تيري مرمي توسن تيري مرمي تيري نفضح أجول اسمي نو إدريس الغرناطي زيت ندين تنعرلم أنا عارا نزرع الفيلم اني نتومة محمد بوزكو إبيريتا إبيريتا جنوع عن أنرقاز يستعملت نسبانيو أكثر زيز دي عارف دي قارني نعب كريم نزرع ميني تقيو ذان بأن عادي نقذينك عادي رفيني جين رث عن سواتاس إيش فين ده سبحان ذيش 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 تو ذات مش تقن إتازت المرض نين أعفن غاخذ دي عارف وميكان كونسير السلام عليكم أزول اسمي نوع عبد الصمد الطاهري الفيلم نزل نهار مهم تيشانغ القصة من يقع جاريف من يقع اسبانيو الاستعمار حمد زان عثمثنا تعاوننا تعاون تعاوننا من يقع التاريخ وعاون ان شاء الله الفيلم خاص نسيور نذكر نغزا الحق مع تما الظلم اللي يوقع الكاريف ما تما انا حد دول ام اسبانيو فرنسا انا زو رحق المهمه ضدها
أزول نشي سمينو قاني نعيمة فارسي زياريف نهارا نوس داني تيام شتورم غان خجنو مرقيا داني تيت قيت تم سمونت ني حذريين ان هولندا سلمونا سبا تقاد يخدم سوطاس دايس دي البرنامج الناس نيخدي بروخراما امش نزرا يجن فيلم خلغازات السامة زياريف اتي دي تبع حفل توقيع ديواني نو يمزوارو نشعر سمزيغ تميقان رغايد دايس عاوذ حفل توقيع نيجن السيدي نوناث محمد نوميديا هاد لي سينو سمازيغ تقاناس اراغيا دايس 31 تقسيسين زي قسيسينا دايس 20 يقاس تصاوى الرسام مقران محمد ابطوي تكسيسين سوارن تخوطاس إغز ديسان وطاس المواضيع دي سنت وريخ يما خثمواث الهوية تاريخ مزروي وريخ خثمغاف خرموك تخثوذاث تصحيح الكتاب إجيث وجو حنجار دي المغرب قناص أنديش شهيد تسويعث مغرف ورنتي جيت أبطوي أزغوت تخوش أحد قد يخسكور شيء يوذاني كذي عاونا دي الكتابة وني تيح مضيف غا ثو ذاث كتابة قداني تير وخان هارات غا سحفل تقويع داني تيدي تمسمونت اني حوذريان ان هولندا قد يخكنيو وتقد يخ ورد الموقع نوم الإلكتروني داخي بشين الفرصة يعني تيح منيني يا ورنخ قد يوم أيوزي كنيو